عددا على حبيبك خير الخلق كلهم وراعيها وينفي الأعمال شائمة وإن يستعلت المرعى فلا تسمي كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدر أن السم في الدسم وشد السائس من جوع ومن شبع فرب محمصة شر من الضخم واستورع الدمع من عين قد امتلأت من المحارم ألزم حمية الندم وخالف النفس والشيطان وانسهما وإنهما محض النساء فانتهي ولا تدي منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف قيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نمسمت بي نسلا لذي عقمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.